انا عبالي هيك على كاميرتك تعطينا اياها الجمله مزبوط هلا من بيت الكل خمس مرات ورا بعض تصاعديه، يعني بلش لي فيها انا بحب منى ومنى بتحبني تصاعديا خمس مرات. عم شو عم تطلع معك؟ تطلع معك هون؟ جرب قولها هيك من تحت تطلع فيها بالعربي؟ ايه بالعربي، اول شيء بالعربي. بالعربي جربها. انا بحب منى ومنى بتحبني، ف اسمعوا هالكلمتين، انا بحب منى ومنى بتحبني، فيا بتقبلوني انا وياها مع بعض يا ما بتعودوا تشوفوا صورة وجهي. اسمعوا هالكلمتين، انا بحب منى ومنى بتحبني، فيا بتقبلوني انا وياها مع بعض يا ما بتعودوا تشوفوا صورة وجهي. اسمعوا هالكلمتين، انا بحب منى ومنى بتحبني، فيا بتقبلوني انا وياها مع بعض يا ما بقى تشوفوا صورة وجهي. بعد مرة، بعد اخر واحد من اربع قفلة عطيها. اسمعوا هالكلمتين، انا بحب منى ومنى بتحبني، فيا بتقبلوني انا وياها مع بعض يا ما بقى تشوفوا صورة وجهي. الله اكبر. شو هيدا؟ مخيف. حالي على المزرعة. مخيف. مش معقول. مش معقول. حالي على المسرح. رهيب رهيب. رهيب. تعبتكم ها؟ بالزقيف قصدي. عن جد. بعد بدك بكي؟ لا خلص خلصنا بكي. بعدك مصر انه انا بطر دموع؟ لا 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 مخيف مخيف. بس منين جبت فكرة البصلة انت؟ في كثير مصريين بيستعملوها. انا مزح. والله شايفها انا. شايف الفيكس اللي بيحطوه بالعيون تحرقك عينك، بس انا عندي تحسس، والدمعة اللي ما بعرف كيف بيحصروها هيك بيحشروها بقلب مش العين. مش مين ما كان بيقدر يبكي. ما خص تبي البكي مش ضروري البكي على فكرة، كنا عم نحكي عن ست منى واصف. يوم بتبكيك بلا ما تبكي، وقت اللي بدها بتبكي، وقت اللي استقبلت اولادها بالجزء الثاني صخر وجبل جايين من الجرد وصخر كان اعمى صرخت صوت، انا عم بحضر المشهد بكيت مثلا، تركت عصايتها هيك وصرخت صوت و... ايه ايه صح. كنت مع ست منى باول حلقه من بيت الكل. صح انا كنا انا وصح. ايه ايه, إيه. إيه. خلص صار بيتنا 100%. طب خبرني بالجزء الاخير تحولت شخصية شاهين من هذا الرجال الشرس، كان شاهين شرس، تحولت لعاشق باشق مجروح.